99% من عملات البيتكوين رح يتم تعدينها خلال 10 سنوات، هذا يلي توقعه مايكل سيلر المؤسس المشارك لشركة مايكرو ستراتيجي واللي بيعتبر من الشخصيات المؤثرة جدا في عالم البيتكوين. لفت سيلر الأنظار بتوقعه الأخير يلي كشف عنه في منشور على إكس، حيث تنبأ بأنه 99% من البيتكوين رح يتم تعدينها بحلول 2035. البيتكوين محدود بإجمالي عرض 21 مليون عملة بس، ومع وصول 94% منها للتداول بالفعل بيتبقى فقط حوالي 1.2 مليون بيتكوين للتعدين، وبتعدين 99% ستصبح النسبة المتبقية نادرة للغاية، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب. تأثير سيلر بيتجاوز التوقعات، فهو بيلهم المستثمرين والمؤسسات لاعتماد البيتكوين كأصل استراتيجي طويل الأمد. ومع تحول اقتصاديات التعدين وتناقص المكافآت للمعدنين، يبقى سيلر في طليعة داعمي العملة المشفرة الأكبر في العالم. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.